ان بعض الناس لما يقف في موقف وحد يزعله بعد ما ينتهي, هو واقف مع واحد وبيتكلمه واللي بيتكلم ده قال له ورد عليه وقال له ورد عليه قال له ورد عليه زعله فمشي, بعد ما مشوا يقعد بقى يسترجع الموقف يقول الله هو لما قال لي كذا ليه لما قلتلوش كذا, يا ريتني قلتله كذا وكذا, ولما عمل كذا وانا كنت مفروض افكره بكذا. كل اللي انت بتعمله ده ملوش لازمة, هو الموقف انتهى وانقضى خلاص. اللي انت بتراجعه ده كله اللي احنا بنسميه اجترار الالام. عارفين اجتراره يعني ايه؟ انك انت حاجة شايلها جواك وكل شوية تطلعها تتألم بيها وبعدين تدخلها تاني وتفضل مخزونة جواك. اجترار الالام ده من سيء الاخلاق, من سيء الاخلاق. مفروض موقف انتهى خلاص انتهى, خليني انا بقى في اللي جاي. ودايما اقول مهم جدا اني اتعلم من الموقف ده, استفيد من الموقف ده. اذا شهد هذا ان المشهد, اذا شهد القدر يعني ان اللي حصل ده قدر وانقضى انتهى, وان اللي حصل ده قدر ما كانش هناك سبيل لرده. ما تقولش يعني لو كنت عملت ما كانش حصل, لا هو ربنا قدر انك تعمل ويحصل, يبقى ما كانش ممكن انك ما تعملش او انك ما يحصلش. قالوا لو كان, قال الله عز وجل يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك, يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا, قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. هما بيقولوا لو احنا بايدنا ما كناش جينا هنا. ربنا بيقول لهم لا, لو بايدكم كنتوا هتيجوا وتتقتلوا برضو, لان ده ايه؟ قدر.